المدارس الكرفانية في العراق إحدى أبرز علامات الفشل والانهيار الذي ضرب القطاع التعليمي، إذ تسببت أزمة نقص الأبنية المدرسية واكتظاظ صفوفها بالأعداد المتزايدة من الطلبة بانتشار مئات المدارس الكرفانية في بغداد وباقي المحافظات. ولأن هذه النوعية من المدارس تفتقر لشروط السلامة، فقد شهدت العديد منها حرائق وحوادث متكررة، من بينها المدرسة الكرفانية بمنطقة أم الكبر والغزلان شرقية بغداد. حادث التماس كهربائي أو وايرات فوق المدرسة، وتعرف هاي كرفانات سريعة الاشتعال، وثاني شيء المدرسة لا بها مطفايات ولا كهرباء نظامية ولا مطفايات ولا كاميرات فيها، وتعرف انت هاي الكرفانات حالة سريعة الاشتعال. مدرسة الكرفانات الكل يعرف ما تتحمل هيك، يعني هي هاي 2013 تأسست، وبذاك الوقت يعني كانت المبالغ اللي عد الدولة، يعني على ما أذكر أني يعني حتى كان البرميل مال النفط فوق $100، والدولة عدها فلوس. فأني أسأل، هاي المنطقة نظامية، المنطقة مو تجاوز، يعني تنبني بيها مدرسة كرفانات؟ أرد أسأل بيابخت هذا. ذاك يوم طلقة طبت علينا بالصف، أسألوه طالع واحد وميت فيها. ها ذاك يوم همين هاي 3 مرات يصير حريق. وتبنى المدارس الكرفانية من صفوف مصنوعة من الصفائح أو ما يعرف بالساندويتش بانل، تتميز بارتفاع درجة حرارتها في الصيف وانخفاضها في الشتاء، لا سيما مع الأمطار والرطوبة، ما يؤثر على صحة الطلبة ومستواهم العلمي على حد سواء، فيما يؤكد الأهالي أنهم يعانون إهمالا طويل الأمد في منطقتهم. 4 كرفانات هيك، هاي دولة العراق العظيمة اللي هي أغنى دولة بالعالم، ما تعرف تجيب لها 4 كرفانات صار 10 أيام، ويرجعون الطلاب يدرسون هنا لما يسوون لهم حي، يبنون لهم هاي الساحة اللي قبالهم، يبنون لهم مدرسة ابتدائية ومتوسطة. يعني هاي جريمة بحق الشعب، جريمة بحق المواطن، جريمة بحق الطلبة، جريمة بحق كل إنسان فقير. احترقت المدرسة يابا، إجوا المسؤولين، إجوا هنا التربية، إجوا ما أدري ياهو، والله هنا ما تصلح للدوام. نقل الطلاب وين نقلوهم؟ نقلوهم بحيور. حيور لازم خطوط، ولازم نلحق الجهال وراهم هناك. أنا عندي 3 أطفال، ودي أشوف له معوق وكشي ماكو. 3 أطفال 3 خطوط، يعني راد 150,000 بالشهر. زين 150,000 منين يجيبوا على المعوق؟ كانوا هنا يداومون يمنا منا ونروح يجون للبيت. المدارس الكرفانية التي من المفترض أنها وضعت كحل مؤقت بدل المدارس التي هدمت عمدا بحجة أنها آيلة للسقوط، تحولت إلى وضع دائم بسبب التلكؤ والفساد الذي يضرب جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها.